أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لعمري فاروق يطمئن على الترتيبات الأخيرة قبل مواجهته فاق سطيف. يلا كورة، التشكيل المتوقع للأهلي أمام سطيف، محارب أساسي وأزارو يقود الهجوم. في الجول، كارتيرون يحذر لاعبيه من 5 أشياء لمنع ريمونتادا وفاق سطيف. موقع شروق الأهلي بالزي التقليدي أمام وفاق سطيف. فيتو طبيب الأهلي، جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة وفاق سطيف. المصري اليوم، كارتيرون يعلن تشكيل الأهلي لمباراة وفاق سطيف في محاضرة 6:30. بوابة الوفد، مدرب الأهلي جاهزون لإسقاط وفاق سطيف ولا نخشى التحكيم. الأهلي .com عودة سعد وسلية، ومركز ينتظر الحسم في تشكيل الأهلي المتوقع ضد وفاق سطيف. اليوم السابع، جمهور الأهلي يدخل مباراة سطيف بجواز السفر. الشروق، بعثة الأهلي تغادر الجزائر مساء غد. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، رجال يد الأهلي يستعد لمواجهة فانكس ببطولة إفريقيا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، محمد إبراهيم يصرح طموحنا كبير للفوز ببطولة إفريقيا.